لأنه معنا اتصال من أمينة حطيت، العميد أمينة حطيط. صباح الخير يعني سيادة العميد بنحييه. الخبير العسكري والاستراتيجي، أكيد بنوجه لك التحية، وضيفي بيوجه لك التحية. سيادة العميد، يعني أنا سؤالي محدد بهذه النقطة بالبيان اللي صدر اليوم عن الجيش الإسرائيلي، وقيل فيما بعد بأنه خطأ مطبعي، أكيد حضرتك طلعت عليه، ويقول بتعليق العمليات البرية في قطاع غزة، ومن بعدها يقول أنه خطأ مطبعي ونحن نستأنف هذه العمليات في القطاع. كيف تفسر ما حصل؟ أولا التحية لك ولضيفك الصديق العزيز الدكتور حسن، مع مودتي ومحبتي وتقديري دائما لكل ما يقول ولكل ما يجمع ولكل ما الواقع أن العدو الإسرائيلي يريد أن يظهر نيته في الاستجابة للضغوط التي يتعرض لها بالنسبة للهدن، وخاصة أن المهلة المحددة أو المفترضة لهذه الحرب الظالمة هي تنفذ بشكل متتالي، وهو يقترب من الحد الأقصى للمهلة الزمنية المحددة لحروبه. إسرائيل عندما اعتمدت عقيدتها القتالية في العام 1948، عندما جمعت الميليشيات وأنشأت منها جيش، اعتمدت الحرب الخاطفة ومهلتها 3 أسابيع. بعد حرب 73 طورت هذه المهلة ووسعتها إلى 6 أسابيع. بعد العام 2006 طورت هذه المهلة مرة جديدة ورفعتها إلى 10 أسابيع، ومارست كل مناوراتها أو نفذت كل مناوراتها على أساس 10 أسابيع، 8 أسابيع نشطة وأسبوعين للاستنزاف أو للاحتياط. الآن في هذه الحرب إسرائيل استنفذت 5 أسابيع، يعني غدا يكمل الأسبوع الخامس، يبقى لديها 3 أسابيع وهي لم تحقق أي إنجاز عسكري، وارتكبت من الجرائم ما هو غير مسبوق في التاريخ العسكري، لا من في العصر الحاضر ولا في الماضي. هي ارتكبت جرائم ولم تمارس حرب، هي ممارسة جرائم حرب ولم تمارس حرب، هي قتلت ولم تقاتل. واليوم هناك مأزق تعيشه إسرائيل بعد أن وقعت في المصيدة وفي الفخ، ولذلك هي تريد أن تظهر بشكل أو بآخر استجابة للضغوط الإنسانية بين قوسين التي تمارس عليها شرقا وغربا، وهي بحاجة لوقف إطلاق النار حتى تعود فتلتقط الأنفاس وتستثمر الأسابيع الثلاثة المتبقية لتحقق شيئا من الإنجازات العسكرية. لكن كلمة أنه خطأ مطبعي هذه كذبة من كبار الأكاذيب، وهذا نفاق من كبار النفاق. هي لم تخطئ، هي تريد أن تظهر أنها باتت في بيئة أو في أجواء للاستجابة للطلبات أو للاحتياجات الذاتية لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، وهذا الوقف إطلاق النار قد يحدث يوم السبت، صبيحة يوم السبت بعد غد أو خلال 72 ساعة المقبلة. لكن مهما ناورت إسرائيل فإننا نستطيع أن نقول بالمنظور العسكري والاستراتيجي، لا، إسرائيل خسرت الحرب. إسرائيل خسرت مرتين، أولا خسرت الحرب بذاتها لأنها لم تحقق شيئا من الإنجازات العسكرية التي طرحتها، سواء في مجال تدمير المقاومة أو تهجير السكان أو إخراج الأسرى، لم تحقق شيء، وبالتالي دائما تقيم على أساس الإنجازات العسكرية، إنجازاتها العسكرية صفر، فهي خسرة. وخسرت مرة ثانية بأنها صنفت اليوم
بين الصديق والعدو، سواء المعلن أو غير المعلن أو الذي يضمر، هو أنها وحش كاسر في هذه المعمورة، وأن هي الحاضنة لهذا الوحش الكاسر الذي يعمل ضد الإنسانية. طيب سيادة العميد، في ظل هيدا الواقع، يعني حضرتك كمراقب لواقع المقاومة الفلسطينية اليوم في قطاع غزة، يعني ما هي أوضاع هذه المقاومة اليوم بعد كل هذه الأيام من القتال الفعلي؟ إلى من يعني يجيز القول أو يجوز القول بأن الإدارة لهذا القطاع ممكن أن تكون في المرحلة المقبلة؟ أولاً دعينا نتوقف عند أداء المقاومة. في هذا الأداء أيضاً من منظور عسكري بحت، نقول أن العدو الإسرائيلي عندما اتخذ القرار بالدخول إلى القطاع برياً اتخذ قراراً وهو متهيب، ولذلك حاول أن يتلاعب على الألفاظ، ولا يسمي اجتياحاً ولا يقول غزواً ولا يقول تقدماً، قال المناورة العسكرية في غزة. المناورة وفقا للقواعد، يعني الاجتياح البري وفقا للقواعد العسكرية، كان ينبغي أن تتم وفقا لمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة الأرض المحروقة، إحراق الأرض حتى تفتح أمام المندفعين من العسكر من غير عوائق. والمرحلة الثانية هي مرحلة التغطية بالسدود النارية المتحركة، براج رولون. والمرحلة هي مرحلة التنظيف ووضع اليد والسيطرة والاحتلال. هذه المراحل التي ينبغي أن يخوضها العدو. الذي حصل، وهنا إبداع المقاومة، في المرحلة الأولى أي مرحلة الأرض المحروقة لم تحرق هذه المرحلة إلا أحلام وأمال الصهاينة. أما المقاومين فقد تحصنوا بالأرض وابتعدوا عن نار الحقد واستمروا في سلامتهم العملانية واللوجستية والنفسية والمعنوية إلى حين وصول القوى الإسرائيلية. أما المرحلة الثانية، مرحلة السدود المتحركة، فهي ما استغلها المقاوم بشكل فاجأ العدو الإسرائيلي. فكما كانت السدود من أجل حجب القوى المندفعة، اتخذها المقاومين السدود لحجب حركتهم لانتظار القوى المندفعة. المرحلة الثالثة مرحلة الاشتباك والالتحام. الإسرائيلي واجه في غزة عدوين. نعم. العدو الأول ذاتي، وهو خوفه وجبنه، ما ألزمه بالملازمة الآلية. والعدو الثاني المقاوم الذي يترصده. في العلوم العسكرية في قتال المدن ينبغي أن يكون المشاة والمدرعات متناغمين، الواحد يحمل الآخر. الإسرائيلي نظرا لجبنه وخوفه لم ينزل الدلالة فبقي فيها، وبالتالي لم يؤمن الحماية للمدرعات ولم يؤمن الحماية لنفسه. لذلك سمح للمقاومين المشحونين معنويا بسبب أن يتقدموا ويلصقوا المتفجرات على الدبابة، لأنه ما في جندي مشاة يحميها. وبالتالي صحيح. الأمر شكل علامتان، أولا إبداعا في الإعداد، وثانيا تضحية عالية المستوى. ولذلك بدأ العدو ليراوح مكانه في حيث وانقلب دخوله من اجتياح إلى مصيدة هو فيها الآن. ولذلك أعتقد أن العدو يفكر باللجنة الإنسانية بين قوسين، وهو لا يعرف الإنسانية، هو يفكر فيها حتى يتيح لنفسه الخروج من هذه المصيدة. نعم، بدي أتشكرك سيادة العميد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لحضرتك.